السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدينا ومتابعينا على قناة النادي الأهلي وحلقة جديدة من وورلد سوكر. أسبوع كان قوي جدا في بطولة دوري الأبطال، بطولة دوري الأبطال للكبار فقط. هتقول لي باريس سان جيرمان اشترى لعيبة بمليارات، هقول لك إن شخصية البطل مش ممكن تشتريها. ريال مدريد بيتفوق على باريس سان جيرمان وبيصعد لدور الثمانية من بطولة دوري الأبطال. أيضا فريق يوفنتوس بيعمل ريمونتادا على ملعب توتنهام في لندن وبيقدر إن هو يتأهل في مباراة قوية جدا جدا على حساب الخصم العنيد ونتقدم عليه في بداية المباراة فريق توتنهام. لكن كالعادة محمد صلاح ومحترفين المصريين وأداء يعني مشرف في الأسبوع الماضي في الدوريات العالمية وأيضا الخليجية. عندنا أكثر من خبر وحدث مهم جدا للاعبينا المحترفين. كالعادة محمد صلاح أحسن لاعب في الشهر في الدوري الإنجليزي. محمد صلاح هنتكلم عليه في حاجات كتير جدا وهنشوف إزاي النجوم اتكلموا عليه. تصريح كبير وخطير جدا لستيفن جيرارد وقال إن محمد صلاح يكاد يكون أفضل لاعب أفريقي في تاريخ البريمير ليج. يعني كلمة تاريخ بريمير ليج دي كلمة كبيرة جدا. أساطير أفريقية لعبت في الدوري الإنجليزي، لكن لما النجم المصري محمد صلاح في أول مشاركة حقيقية ومع فريق ليفربول، طبعا يعني قبل كده كان في موسم مع تشيلسي لكن ما كانش بنفس المستوى اللي بيقدم بيه محمد صلاح الموسم الحالي مع فريق ليفربول. فأعتقد أن ده تصريح كبير جدا لنجم ليفربول السابق ستيفن جيرارد. أيضا أرسنال وميلان، وأرسنال يعني كل ما مشجعين أرسنال بيتمنوا خسارة جديدة لأرسن فينجر علشان يتم تغييره. أرسن فينجر بيفاجئ الجميع في مباراة قوية وحاسمة وبيفوز بيها. يعني فاز على ميلان في السان سيرو، واحنا عارفين ان ميلان دلوقتي عنده فتره يعني مش وحشه في الدوري الايطالي، وجاتوزو بيتالق مع فريق ميلان، لكن يبقى الارسنال هو الارسنال في البطولات الاوروبيه. هنتكلم على كل حاجه بالتفصيل، لكن هنروح لفاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم. اهلا بكل مشاهدينا من جديد وحلقه جديده في وورلد سوكر. اكيد قبل ما نبدا حلقتنا واستعراض دوري أبطال أوروبا والكلام على الكواليس وعلى المباريات اللي اتلعبت في الأسبوع الماضي، لازم نبدأ بخبر حزين جدا وخبر مهم، هو رحيل ديفيد أستوري لاعب فيورنتينا في طبعا خلال الأسبوع الماضي من جولات الدوري الإيطالي. والحدث بدأ إن فيورنتينا كان بيلاعب أو كان هيلاعب فريق أودينيزي، وقبل المباراه وهم بيعملوا تشيك اب او بيبصوا على يعني لعيبه الفريقين، فريق فيورنتينا بيخش على او اداره او مدربين لاعبي فيورنتينا بيخشوا الاوضه على ديفيد أستوري وبيتفاجئوا ان اللاعب توفى بدون اي مشاكل او بدون اي تدخلات او بدون اي حاجه. اللاعب توفى يعني بشكل طبعا طبيعي زي ما احنا شفنا، وشفنا ازاي طبعا تم وقف مباريات الدوري الايطالي في هذا اليوم. وبعد ما تأجلت مباريات الدوري الايطالي استؤنفت تاني يوم، بعدها كان في جنازة يعني رائعة جدا وكبيرة شارك فيها كل لاعبي وكل فرق وكل أجهزة الدوري الإيطالي. وأكيد زي ما احنا شفنا كمان في بطولة الشامبيونز ليج إن لعيبة يوفنتوس كانوا متأثرين بشكل كبير برحيل أستوري اللي كان واحد من اللعيبة المهمة جدا سواء في المنتخب الإيطالي أو سواء مع فريق فيورنتينا. سريعا هنستعرض مع حضراتكم أو هقول لحضراتكم سطور على ديفيد أستوري. بالمناسبة يمكن كان من أسبوعين بس كان احتفل بمولود ليه، واللي ما لحقش يعني طبعا المشيئة الإلهية كانت هي يعني اللي حصلت الأسبوع الماضي وتوفى عنده مولود عنده أسبوعين بس. فبالتالي ديفيد أستوري اتولد في شهر يناير في يوم 7 عام 87، وزي ما قلت لحضراتكم احتفل قبل أسبوعين بس بقدوم أول مولود ليه. أستوري بدأ مسيرته في ناشئي إيسي ميلان اللي ما قدرش إن هو يحالف الحظ ويلعب مع الفريق الأول لإيسي ميلان عشان ينتقل بعديها لدوري الدرجة الرابعة الإيطالي اللي بيتألق فيه، وبيبدأ إن هو ينتقل تدريجيا إلى دوري الدرجة الثالثة. بعدها بيتألق تألق كبير جدا جدا وبينتقل بعديها لنادي كالياري في عام 2008، وفضل ست سنين أو ست مواسم بيلعب في التشكيلة الأساسية. أستوري أيضا بعد كده انتقل مع نادي كالياري، راح بعدها لنادي روما على سبيل الإعارة في موسم 2014-2015،
قدر ان هو يحقق ايضا فتره اعاره طيبه مع فريق روما، اللي بعديها بينتقل على سبيل التعاقد النهائي من فريق كالياري لنادي فيورنتينا مقابل 5 مليون يورو في عام 2015، وقدم موسمين مميزين جدا جدا. طبعا زي ما حضراتكم عارفين او احنا شفنا انه كان بيحمل اشاره فريق نادي فيورنتينا، وكان واحد من اللعيبه زي ما قلت المميزين مع الفريق. محمد صلاح احنا عارفين ان هو لعب في فيورنتينا لكنه لم يتزامل او لم يلعب مع ستوري في الفتره اللي لعب ليها محمد صلاح في فيورنتينا، كان لسه ستوري ما انتقلش الى الفريق. مع كمان على الصعيد الدولي ستوري مميز جدا، لعب مع منتخب ايطاليا في 14 مباراه، سجل هدف واحد بس، واستدعى للمره الاولى عام 2011، واللي طبعا كانت خلال مباراه وديه امام المنتخب الاوكراني واللي اقيمت في كييف، وحصل على الميداليه البرونزيه في بطوله كاس القارات عام 2013 واللي اتلعبت في البرازيل. اكيد هنروح نشوف بقى لحظه وفاه او لحظه اعلان وفاه اسطوري، وازاي ايطاليا كلها ومدينه فيورنتينا شيعوا الجنازه، وحضور كل نجوم الرياضه وكل نجوم اللي زملوا طبعا اسطوري، وهنشوف ازاي الناس دي بتكرم او ازاي الناس دي بتدي قيمه للعيبه الكبار اللي عندها، سواء الجمهور او سواء اللعيبه اللي كمان اسطوري ادى، بس مش بس ادى لفيورنتينا زي ما احنا قلنا، ادى كمان للمنتخب الايطالي. تعال نشوف حب الجماهير وتجمع اللاعبين الدوري الايطالي بكل الاجهزه الفنيه بالمدربين بكل الاساطير ازاي شاركوا في الجنازه، ونرجع نكمل مع حضراتكم. أكيد مشهد حزين جدا لكرة القدم، كل النجوم شاركوا زي ما حضراتكم شفتوا في رحيل ووفاة ستوري كابتن فريق نادي فيورنتينا. لكن الغريب إن في نفس الأسبوع أو بالتحديد النهاردة توفي لاعب بنفس الطريقة في دوري الدرجة الثانية الفرنسي، لاعب اسمه توماس رودريجيز عنده 18 سنة بيلعب في نادي تورز الفرنسي اللي بيلعب في دوري الدرجة الثانية. حصل نفس السيناريو، إن وجدوه او اتفاجئوا بوجوده في غرفته اللي كانت ليله المباراه، او بيبقى عندهم مشاركه في مباراه دوري الدرجه الثانيه نادي تورز ضد فالنسيا، وبالتالي لقوا توماس رودريجيز متوفي في غرفته بدون اي بدون اي تدخلات، يعني صحته كانت ماشيه بشكل كويسه جدا. لاعب عنده 18 سنه، ده اللاعب اللي قدام حضراتكم ده هو اللي توفي النهارده يمكن عصر اليوم، لاعب توماس رودريجيز لاعب نادي تورز الفرنسي اللي بيلعب في دوري الدرجه الثانيه. اللاعب ده توفي النهارده بشكل نفس الشكل اللي توفي بيه ستوري، لقوه متوفي في غرفته بدون اي مشاكل. يعني خبرين محزنين جدا في اسبوع واحد لاثنين لعيبه في كره القدم. احنا عارفين ان لعيبه كره القدم بتبقى دايما مهتميه بصحتها بشكل كويس جدا، فبالتالي لما بيكون في لحظه وفاه كمان صغيرين في السن فده طبعا بيكون تدخل الهي، وبالتالي ما حدش بيقدر يقف قدام التدخلات الالهيه. وبالتالي كمان النهارده الاتحاد الفرنسي اكيد عبر عن حزنه في رحيل توماس رودريجيز، واعلن ان هيكون في دقيقه حداد على وفاة اللاعب الشاب اللي عنده 18 سنة في كل مباريات الدوري الفرنسي. أيضا النادي مع أسرة اللاعب، ويعني صرح قال إن احنا في صدمة بعد رحيل اللاعب المفاجئ. يعني زي ما أنا قلت بتبقى صدمة كبيرة جدا للفريق أو لزمايل توماس رودريجيز أو اللاعب اللي بيكون متوفي بهذا الشكل، وكمان عيلته، يعني عيلته هم أكتر ناس أكيد متأثرين برحيل توماس. فأسبوع بنفقد فيه اثنين لعيبة كرة قدم بنفس الشكل هو، وبالتالي يعني أكيد ربنا يرحم كل اللي بيتوفوا، وبالتالي بقى إن شاء الله كده يعني أكيد لفتة طيبة لما نادي فيورنتينا. دي نقطة كنت عايز أتكلم فيها مع حضراتكم، نقطة مهمة جدا إن الأندية لما لاعب بيتوفى كمان وهو بيلعب بيكون الموضوع مختلف. يعني أستوري الرقم بتاعه رقم 13 تم حجبه تماما، فبالتالي مفيش أي لاعب هيجي يلعب في فيورنتينا هيرتدي رقم 13. نفس الوقت تم تعاقد نادي فيورنتينا او تمديد عقد اللاعب اسطوري مدى الحياه مع النادي، وبالتالي كل سنه دخل اللاعب هيروح لاسرته المكونه من زوجته والطفل اللي لسه عنده اسبوعين بس، وبالتالي دي لفته طيبه جدا. احنا عارفين دايما ان الراجل هو اللي بيكون مسؤول عن الاسره او هو اللي بيعول الاسره، لما طبعا بيكون بيحصل له لحظه وفاه او بيتوفى بيكون لحظه يعني مؤثره ومهمه جدا، بيكون حد مهم بيصرف على الاسره بيتوفى، فبالتالي ما بيكونش فيه دخل قوي، ف
نادي فيورنتينا وقف وتم الإعلان عن تمديد تعاقد السوري مدى الحياة مع النادي، وبالتالي كل دخل السوري هيروح لأسرته. يعني زي ما أنا قلت، ربنا يرحم كل اللي ماتوا ويصبر أهلهم. نروح بعد كده لخبر مهم جدا يمكن هذا السوشيال ميديا في الأسبوع الماضي، وهو اللاعب الجزائري رياض محرز. رياض محرز كلنا اتفاجئنا ان على الحساب الشخصي ليه على الفيسبوك خبر نزل، وكان محتوى هتشوفه قدام حضراتكم على الشاشه دلوقتي. هو كان بيتكلم على انه نظرا لظروف صحيه ان رياض محرز مش هيقدر انه يكمل كره القدم، وبالتالي هيعتزل ومش هيكون موجود مع نادي ليستر سيتي. ده قدام حضراتكم اللي حصل بالظبط، ان صفحه رياض محرز على الفيسبوك اتكلم فيها وقال طبعا بعد السنين او بعد مسيره طيبه ليا في عالم كره القدم، وبعد ما تم عرضي على اكثر من دكتور، ان انا قرر او هو رياض محرز قرر ان هو هيبتعد عن عالم كرة القدم لاسباب مرضية، وبالتالي محدش فهم حاجة. يعني بعديها كل المواقع السوشيال ميديا تناولت الخبر ومحدش نفى، لكن بعديها بيوم رياض محرز او نادي ليستر سيتي هو اللي بينفي الخبر ده، وبيقول ان كان في هاكرز على صفحة رياض محرز، وبالتالي هم اللي كتبوا الخبر ده. لكن الغريب ان رياض محرز ما نفاش اي حاجة، ما طلعش اتكلم وقال اي حاجة بتخص الخبر ده. عشان كده هنروح بسرعة للأستاذ سمير بشير صحفي في جريدة الهداف الجزائرية عشان يقول لنا ايه اخر اخبار رياض محرز. استاذ سمير، برحب بحضرتك على شاشة قناة النادي الاهلي. يا مرحبا اخي، وتحيه اليك اخ عمر ولكل مشاهدي قناه الاهلي ولكل انصار الاهلي في كل الوطن العربي. استاذ سمير، طبعا في البدايه حضرتك اكيد سمعتنا بنتكلم على رياض محرز، عايزين نعرف ايه اللي حصل، ليه رياض محرز خبر نزل ان هو هيبتعد عن عالم كره القدم وانه ما طلعش نفى؟ يعني هو النادي اللي نفى الخبر اللي نزل على صفحته، وهو بالتالي لم يعني يصنع اي شيء، او حتى على تويتر على الانستجرام على الفيسبوك ما قالش بعد كده ان هو كان في هاكرز على صفحته على الفيسبوك. هي بداية القصة كانت سهرة الأربعاء إلى الخميس تقريبا في منتصف الليل، أين تم عرض الخبر يعني على صفحة رياض محرز بأنه مريض وكذا وكذا، القصة التي كنت قد تركتها. القصة في تلك اللحظات يعني تقريبا كانت بعد منتصف الليل بالجزائر، يعني القضية وفي الوطن العربي يعني تقريبا كان تقدم ساعة إلى ساعتين، يعني لم يكن تعامل كبير معها. يعني التعامل الأكبر كان صبيحة الخميس، يعني بعد أن طلع الجميع على هذا الخبر تم نقل الخبر بتحفظ، يعني كل وسائل الإعلام الجزائرية وحتى المواقع في الجزائر تحدث خصوصا نقلت الخبر مع وجود تحفظ وعمى إمكانية أن الصفحة قد تعرضت للقرصنة، لأنه كان خبر بدون سابق إنذار. في الأمسية نفسها كانت قد نفس الصفحة قد نقلت خبرا آخرا شتمت من خلاله الوزيرة، وزيرة الاتصال والبريد والمواصلات الجزائرية، وهو يعني هنا يعني وتحدثها يعني ببعض الألفاظ النابية. هنا تأكد الجميع في الجزائر أنه الصفحة تعرضت للقرصنة، لأنه ما جاء في 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 البيان الجديد الذي مس الوزيرة كان تحدي عن قرصنة، وهل بإمكانكم أن تجدونها، يعني يتحدون في إيجاد الشخص الذي قرصنة. هنا الجميع في الجزائر اقتنع أنه الصفحة مقرصنة من الجزائر، لأن التحدي كان لوزيرة الجزائرية. في الأمسية نفسها فريق ليستر سيتي قام بإصدار بيان عبر موقعه الرسمي تحدث فيه أن الصفحة تعرضت إلى القرصنة وأن اللاعب لا يعاني من أي إصابة ومرض وكل شيء. اليوم فيه أشياء جديدة، هو أنه اللاعب تحدث في تصريحات يعني للموقع الرسمي ولبعض وسائل الإعلام الإنجليزية أنه الصفحة تعرضت للقرصنة، وأنه غير زعلان من الأشخاص الذين قاموا بهذا الفعل، لأنه يوجد أشخاص يعانون من الفراغ هكذا سماه، ويعانون من الفراغ في حياتهم، ولا يقوم ويقومون بالناس بالإساءة للناس من خلال القيام بهذه الأعمال. نظن أنه في الجزائر بصفة يعني عامة أنه الجميع اقتنع مباشرة بعد أن كان بيان ثاني في نفس الصفحة شتم الوزير، الجميع اقتنع أنه فيه قرصنة رسمية للصفحة. أستاذ سمير، هل تعتقد أن في مشاكل لرياض محرز مع فريق ليستر سيتي بعد ما ليستر سيتي رفض العرض الكبير اللي كان مقدم من مانشستر سيتي بالانتقال إليه، وأن رياض ندمان على عدم انتقاله لمانشستر سيتي؟
هي ليست قضية اعتقاد، هي قضية مؤكدة، قضية مؤكدة أنه أنه رياض محرز ندمان أنه جدد عقده في سنة 2016، يعني جدد عقده بطريقة غير مشروطة ولم يضع شرط جزائي، مما جعل فريق ليستر سيتي في فترتين يعني انتقاليتين، الشتاء الصيفية ثم الشتوية، يحرمه من التنقل يعني لفرق كبيرة. الأكيد هذا موجود، ويقال يعني في المدة الأخيرة أنه في فترة التحويلات الأخيرة يعني الشتوية أنه اتفق مع إدارة ليستر سيتي ألا أن تكون 6 أشهر يعني من إياب الموسم الحالي هي الأخيرة له، وأنه نادم جدا على الطريقة التي جدد بها العقد، يعني تفاوض في 2016 لما مدد عقده كان قد تفاوض من موقع ضعف كما يقال، ولم يضع شروطا أو شرطا جزائيا يسمح له بالذهاب إلى فريق كبير عندما يطلب خدمات. هل تعتقد أن ده آخر موسم لرياض محرز مع ليستر سيتي، وأنه ممكن بشكل كبير ينتقل من فريق ليستر، ولا رياض محرز مكمل مع ليستر والدوري الإنجليزي؟ أظن أنه في المستوى الحالي يعني تقريبا بمعطيات الشهر الحالي أظن أنه رياض محرز سيكون له هذا الأشهر الثلاثة هي الأخيرة له مع ليستر سيتي، ولكن توجد عامل آخر أنه رياض محرز والفريق الجزائري لن يلعب مع الفريق الجزائري كأس العالم يعني بروسيا، وأكيد أنه فترة التحويلات الصيفية يعني في شهري 7 و8 من سنة 2018 ستكون تحت تأثير ما يجري في المونديال بصفة خاصة. يعني بمعطيات اليوم الذي نتحدث فيه نقول أنه رياض محرز سيغادر في نهاية الموسم، ولكن بمعطيات ما بعد المونديال وعدم مشاركة رياض محرز فيه لا ندري ماذا سيكون، يعني ما هي المعطيات التي سنكون عليها في شهري 7 و8 من هذه السنة. أستاذ سمير بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا في قناة النادي الأهلي، وبالتالي عرفنا من حضرتك الجديد وكل ما يخص رياض محرز والأزمة اللي شفناها على الفيسبوك ما بين رياض محرز ونادي ليستر سيتي. بالمناسبة كان في كلام كالعدم على انتقال رياض محرز لفريق روما بداية من الموسم المقبل، عارفين ان كان في كلام قبل كده على رياض محرز بالانتقال الى روما، ونفس السيناريو حصل ان فريق ليستر رفض العرض المالي من فريق روما. يعني عايز اقول لكم على معلومه مهمه جدا، ان فريق ليستر سيتي لما رفض عرض مانشستر سيتي ده كان مسج واضحه وصريحه، مع ان المبلغ كان عالي جدا، انه مش عايز اي لاعب من عنده ينتقل لنادي يكون في نفس الدوري. لما انتقل كانتي لنادي تشيلسي كان بالشرط الجزائي، لكن رياض محرز زي ما استاذ سمير اتكلم وقال ان جدد عقده في 2016 بدون وضع اي شروط جزائيه، فبالتالي كانت خطوه يعني غريبه جدا من رياض محرز ان يتم تجديد عقده مع ليستر سيتي بدون وضع اي شرط جزائي، فده اللي مأزم علاقه رياض محرز ونادي ليستر سيتي في الدوري الانجليزي. ما فيش شك ان رياض محرز واحد من أنجح وأبرز اللعيبة اللي موجودين في أفريقيا وفي الدوري الإنجليزي وكمان اللعيبة العرب. أكيد هنروح بقى للفقرة المحببة لحضراتكم. ريال مدريد ده زي ما أنا قلت في المقدمة يعني كالعادة شخصية البطل، يعني بغض النظر عن إخفاقه في بطولة الدوري الأسباني وفي بطولة الكاس، وبالتالي بينتهي حلمه في البطولات المحلية. زيدان بيتألق مع ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، وبالتالي كلنا واخدين بالنا إن دوري الأبطال هي البطولة المحببة اللي بيتألق فيها فريق ريال مدريد في مشواره في الموسم الحالي. وبالتالي بعد ما باريس سان جيرمان تعاقد مع نيمار وتعاقد مع مبابي وتألق كافاني ووجود نجوم كثيرة جدا ما كانتش كافية للفوز أمام ريال مدريد والتأهل، بغض النظر كمان إن نيمار اتصاب وبالتالي غاب عن المباراة. كلنا أكيد أخذنا بالنا في المباراة اللي انتهت الموسم الماضي أمام برشلونة ب4 أهداف مقابل لا شيء على بارك دي برنس في نفس الملعب. باريس سان جيرمان ما كانش يمتلك لا نيمار ولا كان يمتلك امبابي، لكن بوجود نجمين كبار جدا يعني إضافة إلى النجوم اللي موجودة حاليا ما قدرش باريس سان جيرمان إن هو يتأهل لبطولة دوري الأبطال. وزي ما أنا قلت انت سهل جدا تشتري لعيبه ولعيبه على اعلى مستوى، لكن شخصيه البطل او شخصيه الفوز ده شيء مش بتعرف تشتريه، وبالتالي باريس سان جيرمان عشان يصعد لادوار بعيده ويحقق بطوله الشامبيونز ليج اللي هي المطمع الاول لرئيس النادي ولاداره وسياسه النادي، محتاج شغل كبير جدا جدا، محتاج مدير فني على اعلى مستوى يكون عنده شخصيه الفوز وشخصيه الفوز بدوري الابطال، وكمان لعيبه تكون فازت قبل كده ببطوله دوري الابطال، عشان زي ما احنا شفنا ان اللعيبه لوحدها بدون خبرات وبدون شخصيات
مش هنقدر ان هم يحققوا الفوز، وبالتالي كان الرد قاسي جدا من لعيبه ريال مدريد على ملعب بارك دي برنس اللي مش بس بيتعادلوا تعادل ايجابي، لا دول بيفوزوا على باريس سان جيرمان. تعالوا بقى نستعرض مع حضراتكم او اقول مع حضراتكم كده سريعا اهم الارقام اللي حدثت في مباراه باريس سان جيرمان ومباراه ريال مدريد. طبعا نبدا بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ان هو اصبح ثاني لاعب بيسجل في 9 مباريات متتاليه في دوري الابطال بعد رود فان نيستروي في موسم 2002-2003. كريستيانو رونالدو بيسجل 21 هدف في اخر 12 مباراه لعبها في بطوله دوري ابطال اوروبا متضمنه جميع المباريات وجرؤوي في كل المراحل هذا الموسم. الأكثر تهديفا في الأدوار الإقصائية في بطولة دوري الأبطال طبعا رونالدو بيحتل المركز الأول ب 57 هدف، يليه ليونيل ميسي 38 هدف. واضح في فرق كبير جدا ما بين رونالدو وميسي في إحراز الأكثر لإحراز الأهداف في الأدوار الإقصائية. في المركز الثالث توماس مولر 21 هدف، يليهم في المركز الرابع روبرت ليفاندوفسكي 19 هدف، بعديهم راؤول جونزاليس بيتساوى مع اندريه شيفتشينكو 18 هدف، بعديهم ارين روبن طبعا بيتساوى مع فيليبو انزاجي 16 هدف، اما ديدييه دروجبا ووين روني 14 هدف، واخيرا كريم بنزيما 13 هدف. هنتكلم بقى على البطاقات الصفراء والحمراء. اخر 4 بطاقات حمر تلقاهم نادي باريس سان جيرمان في بطوله دوري الابطال 3 منهم كانت لفيراتي، اكيد رقم كبير جدا للاعب كبير زي فيراتي. وبمناسبه فيراتي على فكره باريس سان جيرمان بيفكر في بيعه الموسم القادم، ويعني ان هو يجيب بديل يكون اعلى منه في المستوى، وبالتالي نادي برشلونه بدا ان هو يتفاوض رسميا مع نادي باريس سان جيرمان، او بدا ان هو يفتح كلام رسميا مع نادي باريس سان جيرمان حول امكانيه تعاقده مع فيراتي. تعالوا نروح نشوف بدايه ازاي نادي ريال مدريد اللي فاز وتاهل لدور الثمانيه استعد للمباراه بيوم في مدينه باريس واللي اقيمت فيها المباراه، وبعد كده نرجع نكمل مع حضراتكم. اكيد اجواء ممتعه جدا، اللعب في دوري الابطال بيكون ليه طعم وشكل مختلف تماما. لسه مكملين مع ارقام ريال مدريد وباريس سان جيرمان في المباراه اللي اقيمت في دوري الابطال. قبل ما نروح نشوف الاهداف ونشوف ازاي احتفل لعيبه ريال مدريد بعد المباراه مع زين الدين زيدان، سيرجيو راموس هو اكتر لاعب في تاريخ دوري الابطال بيتلقى بطاقات صفراء بواقع 33 كارت اصفر، رقم كبير جدا على سيرجيو راموس. لسانا ديارا هو خامس لاعب يلعب مع باريس سان جيرمان وريال مدريد في دوري الابطال بعد طبعا انيلكا اللي لعب للفريقين، نفس الكلام ديفيد بيكهام وانخيل دي ماريا واخيسيه رودريجيز. ريال مدريد بيتاهل الى ربع نهائي دوري الابطال للموسم الثامن على التوالي، فقط برشلونه اللي بيملك رقم او بيملك رقم اطول في البطوله في 10 مرات بيتاهل لربع النهائي. باريس سان جيرمان واجه 22 تسديده في مباراه واحده في دوري الابطال للمره الاولى من ابريل 2013 ضد برشلونه، كانت بواقع 23 تسديده. اكيد ارقام مهمه جدا وارقام شفناها كلها يعني في المباراه، وازاي ريال مدريد تالق وتعملق في المباراه وقدر يثبت زيدان ولعيبه ريال مدريد انهم قادرين على مش بس المنافسه في بطوله دوري الابطال، لا ده قادرين على التاهل للمباراه النهائيه والفوز بالبطوله رقم 13 والبطوله المحببه لرئيس النادي فلورنتينو بيريز ولجمهور ريال مدريد. تعالوا نشوف اهداف مباراه ريال مدريد وباريس سان جيرمان وازاي اللعيبه احتفلت بعد المباراه، نرجع نكمل مع حضراتكم. نروح بقى معاكم الكواليس بطولة دوري الأبطال وإيه اللي بيحصل مش بس خلال المباراة، لا ده إيه اللي بيحصل في لقطات ممكن يكون الكتير منا مش متابعينها. رونالدو أحرز هدف رائع جدا في المباراة وكلنا شفناه، وإحنا عارفين إن رونالدو مميز جدا بضربات الرأس، فبالتالي في طبعا يعني تعليق كان على راديو أو راديو في أسبانيا أكيد طبعا، و مذيع بيشجع ريال مدريد، فبالتالي انفعل بشكل كبير مع هدف رونالدو اللي اكيد كان هدف رائع جدا. لكن هنروح نسمع بقى ازاي المذيع ده احتفل بهدف رونالدو. نفتكر كده لو الامر ده حصل في مصر، ان لو في الدوري المصري يعني حد بقى منتمي لنادي معين فبيبدا ان هو يشجع بالشكل ده، ايه اللي هيحصل؟ هل هم بره ما عندهمش حته التعصب دي شويه فبالتالي بيتقبلوها بشكل عادي جدا، ولا ممكن يحصل ايه؟ هنشوف ونسمع
معلق الراديو ازاي بيحتفل بهدف رونالدو بعد ما احرز هدفه الاول امام باريس سان جيرمان. ونرجع نكمل مع حضراتكم. يعني واضح انه مش مبسوط خالص لنادي ريال مدريد ورونالدو بعد ما احرز الهدف. يعني لا اكيد طبعا معلق بجد بيحب ريال مدريد ومتحمس لفريق ريال مدريد، وبالعكس هم ما عندهمش اي نوع من انواع التعصب، هم عندهم روح رياضيه. يعني ممكن يكون المذيع بيحب النادي جدا فبالتالي بيعبر عن فرحته تجاه ناديه، وده حاجه طبيعيه. في مننا كتير جدا على الهوا ممكن يكون بيكتم فرحته لناديه علشان ممكن نبره التعصب اللي موجوده في بلادنا، لكن في بلاد اوروبا مفيش تعصب تماما، كل واحد بيحب ناديه وبيعبر عن حبه بناديه بالطريقه اللي بيحبها. لسه مكملين مع الكواليس الخاصه بمباراه ريال مدريد وباريس سان جيرمان، وفيديو كتير جدا المواقع والسوشيال ميديا تناولته. فالفيديو هو شغال، سمعنا صوت مشجع عربي بيتكلم، يعني كانت بعد ما بنزيما او كريم بنزيما اهدر فرصه سهله جدا في المباراه، ومش فرصه واحده، هو كان في بعض الفرص اللي كريم بنزيما ضيعها خلال مباراه ريال مدريد وباريس سان جيرمان. واحنا عارفين دلوقتي ان العلاقه متوتره ما بين جمهور ريال مدريد وكريم بنزيما اللي بيخفق تماما في الموسم الحالي بعد اهداره عدد كبير جدا من الاهداف وعنده سوء حظ. لكن المشجع العربي جاب من الاخر وقال لكريم بنزيما اللي كتير من جمهور ريال مدريد عايز يقوله له. تعالوا نسمع المشجع العربي قال ايه لكريم بنزيما في احداث خلال المباراه او احداث سير المباراه باريس سان جيرمان وريال مدريد، ونرجع نكمل معاكم. يعني كلكم اكيد سمعتم المشجع العربي قال ايه لكريم بنزيما، هو كان على اخره، يعني ما كانش متقبل اي حاجه من كريم بنزيما، وبالتالي هو ده كان جزاته. احنا عارفين ان كتير جدا من جمهور ريال مدريد عنده علاقه متوتره مع كريم بنزيما ومع ضياعه للفرص السهله والاهداف اللي اكيد بتفرق مع جمهور ريال مدريد، واللي ضيعت منهم نقط وبطولات كتيره سواء في بطوله الدوري الاسباني او في كاس ملك اسبانيا. اخيرا كاميرات المباراة أو كاميرا مخصوصة كانت بتشارك داني ألفيز وكريستيانو رونالدو وإزاي هم لعبوا ضد بعض أو لعبوا على بعض في المباراة، وبالتالي الصحف العالمية والصحف الأوروبية اتهمت إن داني ألفيز كان سيء التصرف جدا مع رونالدو، وكان واضح عليه استفزازه للنجم واللاعب البرتغالي. احنا عارفين ان كانت في علاقه دايما ايضا سيئه في الدوري الاسباني لما كان داني ألفيز بيلعب في صفوف نادي فريق برشلونه، وبالتالي داني ألفيز استغل وجود كريستيانو رونالدو في بطوله او في دوري الابطال مع ريال مدريد ومباراته امام باريس سان جيرمان، واللي حاول يستفزه كتير جدا، لكن رونالدو عرف يحافظ على اعصابه. ولكن الصحف والسوشيال ميديا والتوك شو الاوروبي ما سكتش وتناول القضيه دي، فبالتالي هنعرض لحضراتكم التصرفات اللي كانت ما بين داني ألفيز ورونالدو، واللي اكيد انتهت ما بينهم بانتهاء المباراه، وفي نفس الوقت ازاي رونالدو قدر يحافظ على اعصابه وما راحش للطريق اللي قدر يروح ليه داني ألفيز، وطبعا كان عايز يستفزه، كان يعني كان بيتمنى حصول رونالدو على اي بطاقه حمراء، لكن رونالدو بيكمل المباراه بيتالق وبيكون سبب رئيسي مهم جدا لفوز ريال مدريد. تعالوا نشوف داني ألفيز ورونالدو ونرجع نكمل مع حضراتكم. هنروح لمباراه يوفنتوس وتوتنهام، واللي ما تقلش متعه تماما عن مباراه ريال مدريد وباريس سان جيرمان، واللي قدر فريق يوفنتوس انه يفوز على توتنهام في ملعب ويمبلي في لندن على ملعب توتنهام بنتيجه 2-1، بغض النظر عن عدم احتساب ركله الجزاء لفريق يوفنتوس وان حكم المباراه ما حسبهاش، وان جمهور يوفنتوس كان بيهاجم الحكم في الشوط الاول، وبعد ما توتنهام تقدم 1-0 اكيد ركله الجزاء كانت هتفرق مع فريق يوفنتوس، لكن رد يوفنتوس كان قوي جدا خلال المباراه. جونزالو هيجوايين وديبالا قدروا ان هم يتالقوا وينقلوا نادي يوفنتوس من دور ال 16 وبعد تاخرهم 1-0 الى فوز ب 2-1 وصعودهم لدور الثمانيه.
اكيد مباراه كانت قويه، مباراه كانت مهمه جدا. لكن لو الفيديو اللي جاهز معانا، ازاي ايضا جمهور الفريقين يعني استعد للمباراه. احنا عارفين ان احنا لما جينا نقدم المباراه من اسبوعين كان اللوجو هينش، يعني اللوجو الشهير لفريق يوفنتوس واللوجو الشهير لتوتنهام، وكانوا بيستعرضوا في طبعا المباراه الاولى كانت في ايطاليا، وبالتالي كان في استعراض للمباراه. ده فيديو اولاني، فيديو مباراه العوده كان نفس الفيديو، الاثنين لوجوز لنادي توتنهام والنادي يوفنتوس، كان في استعراض في مدينه لندن. تعالوا نشوف ازاي استعد الفريقين او ازاي استعد جمهور الفريقين بفيديو طريف جدا ليهم قبل المباراه. وده بيدل على ان زي ما انا قلت قبل كده في تعليق هدف رونالدو، ان بره ما عندهمش تعصب، كل واحد بيحب فرقته، فبالتالي ده حق مشروع. تعالوا نشوف الفيديو قبل ما نشوف الاهداف ونرجع نكمل مع حضراتكم. قبل ما نشوف الاهداف تعالوا نستعرض او اقول مع حضراتكم شويه ارقام خاصه بالمباراه واللي انتهت بفوز يوفنتوس على توتنهام 2-1. سون هيونج مين لاعب توتنهام اشترك ب 22 هدف في 23 مباراه على ملعب ويمبلي هذا الموسم مع توتنهام، سجل 14 وصنع 8، اكثر من اي لاعب ثاني في توتنهام. ساهم هاري كين في احراز 53% من اهداف توتنهام في الموسم الحالي من دوري الابطال، سجل 7 صنع 2 من اصل 17 هدف، ده نسبه 53%. فريق يوفنتوس فشل في الحفاظ على نظافه شباكه مرتين فقط من 12 مباراه في عام 2018 في المباراتين ضد توتنهام. باولو ديبالا بيسجل في دوري الابطال بعد 330 يوم من تسجيله لهدفه الاخير في البطوله، اكيد يعني عدد ايام كثيره جدا، يعني ناقص 6 ايام تقريبا ويكمل سنه بانه ما سجلش في بطوله دوري الابطال. ديبالا انهى سلسله من 28 تسديده دون تهديف في دوري الابطال بتسجيل هدف ليه في مرمى توتنهام. جونزالو هيجواين سجل هدف وصنع اخر في مباراه في دوري الابطال للمره الاولى في مسيرته مع يوفنتوس. يوفنتوس طبعا اقصى فريق انجليزي من دوري الابطال للمره الاولى في 5 محاولات قبل كده فشل فيهم فريق يوفنتوس في اقصاء فرق انجليزيه، ودي كانت المحاوله اللي قدر فريق يوفنتوس انه يقصي فريق انجليزي وكان بطلها توتنهام. يوفنتوس سجل في من اول تسديدتين ليه على المرمى توتنهام مع 169 ثانيه فرق بين الهدفين، اكيد كانوا هدفين ورا بعض. هجوين زي ما احنا قلنا سجل الهدف الاول وصنع الهدف الثاني. تعالوا نروح نشوف اهداف مباراه توتنهام ويوفنتوس ونستمتع باحداث المباراه، ولسه مكملين معك ولسه واخبارها. بمناسبه فوز فريق يوفنتوس على توتنهام 2-1 وصعوده لبطوله او لدور الثمانيه من دوري الابطال، باتريس افرا اللاعب الفرنسي واللاعب السابق لفريق يوفنتوس واللاعب الحالي لنادي ويست هام بيبعت رساله تهنئه لجونزالو هيجوين بعد ما صنع هدف واحرز هدف. احنا عارفين ان باتريس افرا دمه خفيف جدا ودايما فيديوهاته بيكون عليها جدل كبير جدا، فبالتالي تعالوا نشوف بقى ونسمع، اكيد طبعا الفيديو هيكون مترجم، هنشوف باتريس افرا ازاي بيبعت فيديو بيبعت مسج ورساله لهجوين بيحتفل بيها ومعاه بتاهل يوفنتوس. اكيد باتريس افرا واحد من نجوم فرنسا اللي ايضا لعبوا لنادي مانشستر يونايتد، لكن هو فترته مع اليوفنتوس اكيد بيعتز بيها جدا، وهو مشجع كمان ليوفنتوس في مسيرته الكرويه بغض النظر انه بيلعب في نادي ويست هام. وكمان زي ما احنا عارفين ان فريق ويست هام او باتريس افرا في الدوري الانجليزي بيشارك، فكانت منه نوع من انواع انه يعني بيغيظ بلغه الكوره جمهور توتنهام. تعالوا نشوف باتريس افرا اتكلم وبعت ايه لجونزالو هيجوين بعد ما تالق في مباراه توتنهام الاخيره. يعني شفنا اكيد يعني باتريس افرا وهو بيهني هيجوين، اكيد كلنا يعني قرينا الترجمه، وكل الناس كانت بتنتقد على فكره او كل الجمهور بينتقد هيجوين بانه زايد على طول في الوزن. باتريس افرا بيقول لهم انتقدوه زي ما انتم عايزين، هو في الاخر بيعمل اللي هو عايزه، بيسجل اهداف وبيصنع اهداف. نروح للمباراه الثالثه في دوري الابطال في الموسم او في الاسبوع الماضي، ومباراه ليفربول وبورتو اللي انتهت بالتعادل ما بين الفريقين. واحنا عارفين ان ليفربول فاز في المباراه الاولى بخمس اهداف مقابل لا شيء، وبالتالي كان حسم صعوده في المباراة الأولى اللي كانت في البرتغال. ليفربول صعد لدور الثمانية، وبالتالي قبل ما نشوف الأهداف ونستعرضها مع حضراتكم هنقول
أبرز الأرقام اللي كانت موجودة خلال مباراة ليفربول وبورتو. محمد صلاح بالمناسبة ما شاركش في المباراة، احنا عارفين ليه ما شاركش، أكيد يورجن كلوب بيريحه لمباراة المهمة لليفربول هيلعبها أمام مانشستر يونايتد في بطولة الدوري الإنجليزي. طبعا صلاح شارك في خلال المباراة، لكن في البداية يورجن كلوب حب ان هو يريحه. احنا عارفين ان محمد صلاح لما يجي نتكلم عليه نتكلم بقى على أرقامه وفوزه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي في الشهر الماضي. فتعالوا نستعرض كده مع حضراتكم اهم الارقام اللي كانت في مباراه ليفربول وبورتو. ليفربول بيتاهل الى ربع نهائي دوري الابطال للمره السادسه وللمره الاولى من عام 2008 2009. طبعا حارس ريدز لوريس كاريوس حافظ على انصافه شباكه في 5 مباريات في دوري الابطال هذا الموسم، اكثر من اي حارس اخر. إيكر كاسياس حافظ على نظافه شباكه في 56 مباراه في دوري الابطال، وده ريكورد اكيد خاص بإيكر كاسياس، مفيش اي حارس قدر ان هو يوصل للرقم ده. اكيد إيكر كاسياس اسطوره كبيره جدا ومثل اعلى لكتير من الحراس الشباب. طبعا ولا فريق يعني تاهل بعد خسارته 5-0 من اي فريق اخر، وبالتالي كل الارقام دي الارقام اللي كانت موجوده بس معانا في والخاصه لمباراه ليفربول وبورتو. تعالوا يعني هنشوف هايلايتس في طبعا المباراه ما كانش فيها اي اهداف، هنروح سريعا نشوف اهم اللقطات واهم الفرص اللي كانت موجوده في المباراه، وبعديها نرجع نكمل مع حضراتكم مباراه مانشستر سيتي وبازل واللي تاهل ليها مانشستر سيتي لدور الثمانيه علشان يصعد 4 فرق كبار جدا ومنتظرين الاسبوع القادم علشان يتاهل كمان 4 فرق، وهنشوف القرعه ايه اللي هيسفر عنها، ونتمنى بقى مواجهات يعني متوازنه عشان الاثاره كلها تكون في قبل النهائي وفي المباراه النهائيه. مانشستر سيتي وبازل واللي انتهت بفوز بازل 2-1، لكن ده ما يمنعش ان مانشستر سيتي بيتاهل بفضل فوزه في المباراه اللي اقيمت في سويسرا ب4 اهداف. مانشستر سيتي قوي جدا، مفيش شك ان جوارديولا بيقدم موسم رائع جدا مع السيتي بعد ما فازوا ببطوله الكاراباو كاب او في انجلترا، وايضا قريبين جدا من التتويج ببطوله الدوري هذا الموسم. ايضا فريق مانشستر سيتي بيقرب بياخد خطوه تجاه فوزه بدوري الابطال او المنافسه، خلينا نقول المنافسه احسن عشان في فرق قويه جدا في نفس مستوى مانشستر سيتي في دوري ابطال اوروبا. وبالتالي جوارديولا في بدايه المباراه بدا بتشكيل متزن، في اكيد نجوم ما شاركتش في المباراه، لكن بالتالي النجوم اللي بتلعب او اللعيبه اللي موجوده في مانشستر سيتي لا تقل اهميه عن اللعيبه اللي بتشارك على طول. احنا عارفين ان في جوارديولا عنده يعتبر فريقين او لعيبه بتكون على مقاعد البدلاء ولعيبه بتشارك بصفه اساسيه، فبالتالي حب يريح اللعيبه اللي موجوده عنده اللي بتلعب في بطوله الدوري وبطوله الشامبيونز ليج او اللي بيلعبوا باستمرار، وكان اشراكه لبعض اللعيبه اللي عايز يطمن عليها، اللي عايز يشوف مستواها، اللي اكيد هيكون لها دور مؤثر مع فريق مانشستر سيتي في الفتره القادمه. زي ما احنا قلنا مانشستر سيتي بيخسر 2-1 من بازل في انجلترا، لكن بالتالي بيصعد لدور الثمانيه. كالعاده هناخد شويه ارقام واحصائيات قبل ما نستعرض اهداف مباراه مانشستر سيتي وبازل. سيرجيو اجويرو وطبعا وكيفن دي بروين اشتركا مع بعض او اشتركا باهداف مع مانشستر سيتي في كل البطولات. سيرجيو اجويرو 18 هدف وكيفن دي بروين ب 11 هدف، اكثر من برناردو سيلفا اللي اشترك في 10 اهداف، سجل 5 وصنع 5. اكيد طبعا فيل فودن لاعب السيتي 17 سنه و283 يوم اصبح اصغر لاعب انجليزي على الاطلاق يشارك في مباراه اقصائيه في دوري الابطال، بالاضافه الى انه اصغر لاعب بيشارك مع فريق انجليزي في مباراه اقصائيه من دوري ابطال اوروبا. ميكائيل لانج لاعب بازل هو اول مدافع بيسجل ضد كل من مانشستر سيتي واليونايتد في دوري الابطال. بازل هو ثالث فريق يتغلب على قطب، طبعا مانشستر سيتي قطبي انجلترا. مانشستر سيتي في موسم دوري الابطال بعد ريال مدريد 2012 2013 وبايرن ميونخ 2013 و2014، يعني بازل اكيد خرج، لكن اكيد بازل عنده ارقام قياسيه، يا طبعا فريق بطل في سويسرا، وبالتالي
عنده مجموعه من اللعيبه المميزين، لكن القرعه ظلمته انه وقع قدام فريق مانشستر سيتي. مان سيتي خسر مباراه تنافسيه على ارضه لاول مره من 3 ديسمبر 2016، اخر مباراه كانت 3-1 ضد تشيلسي، عشان كده تنتهي سلسله من 37 مباراه دون خساره على ارضه. كيفن دي بروين صنع 4 أهداف في اخر 6 مباريات لعبها في دوري الابطال، ومان سيتي لم يفشل في التسجيل في اخر 12 مباراه لعبها في دوري الابطال. تعالوا نشوف اهداف مانشستر سيتي وبازل، واللي انتهت بفوز بازل 2-1، لكن مان سيتي بيصعد بمجموع المباراتين. تعالوا نشوف الاهداف ونرجع نكمل مع حضراتكم. ونروح من بطوله دوري ابطال اوروبا للدوري الاوروبي او اليوروبا ليج، طبعا الاسم اللي حضراتكم كلكم عارفينه، وبطوله لا تقل اهميه عن دوري الابطال بعد ما اكثر من فريق قوي بعد خسارته في دوري المجموعات راح انتقل للمشاركه في الدوري الاوروبي. وابرز المباريات كانت مباراه اي سي ميلان وارسنال اللي اتلعبت على ملعب سان سيرو وملعب اي سي ميلان، واللي انتهى بفوز ارسنال 2-0. اكيد بطوله مهمه جدا وهنتكلم عليها وهناخد ابرز الاحصائيات والاهداف، وهنشوف وهنتكلم على مباراه ميلان وارسنال وازاي ارسنال فاز 2-0، وايضا هنتكلم على حاجات كتيره جدا خاصه باليوروبا ليج، وكمان بالفقره اللي بعديها اللي هتكون على محترفينا المصريين وخاصه محمد صلاح اللي اكيد كلكم بتستنوا الفقره بتاعته اللي بتكون مميزه جدا، واللي بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نجيب حاجات مميزه، وبعد طبعا اليوروبا ليج. فبالتالي هنستعرض مع حضراتكم ارسنال وميلان، وارسنال اللي بقى قريب جدا من صعوده طبعا لدور اللي بعد كده في بطوله اليوروبا ليج بعد فوزه خارج ملعبه 2-0. واحنا قلنا ان ارسنال فينجر كل ما بيبقى قريب جدا ان اداره ارسنال تفكر فيه طبعا ترحيله والمفاوضات مع مدير فني جديد، للاسف يعني للاسف عشان خاطر جمهور ارسنال بيتمنى رحيل ارسن فينجر بعد النتائج المخيبه لارسنال في الدوري الانجليزي، بيعمل حدث جديد فوزه على ميلان في ايطاليا، حاجه صعبه جدا. ميلان زمان ما كانش حد يقدر يفوز عليه على ملعبه، وكان اقصى طموح وامال الفرق اللي بتنافس او بتلاعب ميلان في بطولات سواء في الدوري الايطالي او في الكاس او في الشامبيونز ليج ان هم بس يطلعوا بتعادل، لكن بتدور الايام والجيل الحالي لميلان هو يعني مش احنا بس مش عايزين نظلم كمان الجيل، الاداره الحاليه والسابقه لميلان هي اللي وصلت اي سي ميلان لهذا الحال، لكن يشكر جاتوزو المدير الفني الحالي لنادي اي سي ميلان على المجهودات الرائعه اللي بيبذلها مع فريق ميلان. خساره اكيد صعبه جدا على ملعبه، لكن كل حاجه مش مستحيل يعني كل حاجه مش مستحيله في عالم كره القدم، ممكن يفوز او ممكن يعمل نتيجه ايجابيه على ملعب ارسنال، لكن هنشوف يعني ما خليناش نسبق الاحداث، نتكلم بس او نخلص احداث المباراه اللي هنتكلم عليها اي سي ميلان وارسنال على ملعب السانسيرو. لكن قبل ما نتكلم ونخوض في الاهداف او الكواليس والاحداث والاخبار هنروح لفاصل سريع ونرجع نكمل معاكم، اوعوا تروحوا بعيد، لسه مكملين معاكم واتسكر على قناه النادي الاهلي. اهلا بحضراتكم من جديد في واتسكر، وزي ما اتكلمنا قبل الفاصل على الدوري الاوروبي او اليوروبا ليج، واللي هنستعرضه مع حضراتكم ارسنال بيفوز على ميلان 2-0 في سان سيرو. اكيد ارسنال لما بدانا مع حضراتكم برنامج وورلد سوكر من تاني حلقه بالظبط، ارسنال ما فازش فيه ولا مباراه في الدوري الانجليزي استعرضناها مع حضراتكم، عشان كده قلنا ان جمهور ارسنال كان يعني بيتمنى خساره ارسنال لاسباب سياسيه، هي خروج ارسن فينجر من نادي ارسنال وقدوم مدير فني جديد بطموحات جديده. ده اللي احنا يعني هنستناه ونشوفه، هل ارسنال هيقدر ان هو يفوز على نادي على اي سي ميلان ويتاهل لدور الثمانيه من الدوري الاوروبي ولا لا؟ ده اللي احنا نشوفه. لكن اكيد قبل ما نستعرض الاهداف هنروح لبعض الاحصائيات والارقام لنادي ارسنال اللي قدر يحققها في مباراته امام ميلان. مسعود اوزيل انهى طبعا من سلسله من 612 دقيقه دون صناعه اي اهداف مع ارسنال في كل البطولات، وده بيدل على تذبذب مستوى ارسنال مش بس في النتائج لكمان في مستوى اللعيبه. ارسنال اوقف رقم ميلان بعد 509
وتسعين طبعا دقيقة بدون تلقي أي أهداف في كل البطولات. مختريان اشترك ب15 هدف في الدوري الأوروبي من موسم 2015-2016، سجل 9 وصنع 6 أكتر من أي لاعب وسط آخر. طبعا مسعود أوزيل اشترك في آخر مباراة أمام ميلان، اشترك ب100 هدف في 189 مباراة مع أرسنال في كل البطولات، سجل 37 وصنع 63. ميلان سدد 16 تسديدة ضد أرسنال في المباراة اللي أقيمت ما بينهم، فقط واحدة بس اللي كانت على المرمى. أرسنال هو أول فريق طبعا بيهزم ميلان في السان سيرو في الدوري الأوروبي من فبراير 2002. كان آخر مباراة خسرها كان ميلان 1-0، لكن بعد كده أرسنال أو ميلان فاز في كل المباريات. أرسنال أوقف رقم ميلان عند 13 مباراة متتالية دون خسارة في كل البطولات. خسارة الروسوناري الأخيرة اللي كانت قبل مباراة أرسنال كانت في ديسمبر 2017 ضد أتلانتا. كمان أرسنال بيفوز من 10 سنين على ميلان في نفس الملعب باك، لكن في بطولة مختلفة في دوري أبطال أوروبا كان 2-0، وطبعا يعني 2-0 أرسنال فاز على ميلان. وكمان في 2018 بيفوز أرسنال على ميلان. تعالوا نشوف أهداف المباراة أو أهداف مباراة الدوري الأوروبي طبعا عشان دي الوقت. تعالوا نشوف مباراة ميلان وأرسنال، يليها مباراة دورتموند وسالزبورغ ومارسيليا وأتلتيك بلباو وأتلتيكو مدريد ولوكوموتيف موسكو، ونرجع نكمل معاكم باقي فقرات وورلد سوكر. يعني مكملين مع حضراتكم وهنروح لفقرة محترفينا في الخارج، وبنبدأ بمحمد صلاح لاعبنا المصري اللي فخر لينا كلنا وفخر مصر وفخر العرب وبيتألق في ملاعب انجلترا. وبالمناسبة اكيد لازم نقول ان محمد صلاح فاز بجائزة افضل لاعب لفريق ليفربول للمرة الخامسة. احنا عارفين ان في جائزتين حصل عليهم محمد صلاح خلال الشهر، هي جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي كله خلال الشهر الماضي، وفي نفس الوقت فاز للمرة الخامسة طبعا في فريق ليفربول لجائزة الشهر. دي بتكون عن طريق استفتاءات الجمهور، لكن في الدوري الإنجليزي أخذ المرة الثانية خلال الموسم الحالي الجائزة للمرة الثانية، وبالتالي أرقام قياسية بيحققها محمد صلاح مع فريقه وكمان في الدوري الإنجليزي. وبالمناسبة محمد صلاح طبعا أصبح أول لاعب في تاريخ ليفربول يحقق جائزة لاعب الشهر 5 مرات في أول موسم ليه مع الفريق. محمد صلاح زي ما احنا قلنا فاز بجائزة لاعب الشهر في البريمير ليج للمرة الثانية في الموسم الحالي. مفيش حد في ليفربول خلال شهر فبراير في البريمير ليج ساهم بأهداف أكتر من محمد صلاح، 6 أهداف، سجل 4 وصنع 2. تعالوا نشوف محمد صلاح لما استلم جائزته كأفضل لاعب في فريق ليفربول، وأيضا لما استلم جائزته كأفضل لاعب في الشهر للدوري الإنجليزي، ونرجع نكمل مع حضراتكم. ولسه مكملين مع محمد صلاح وتألقه مع فريق ليفربول، وتعالوا نشوف ازاي سكان مدينة ليفربول بيغنوا لمحمد صلاح. محمد صلاح بقى براند في مدينة ليفربول، كل الناس بتحبه، كل الناس بكله يعني كل واحد بيغني له اغنيه، كل واحد بيألف له اغنيه. فبالتالي تعالوا نشوف بقى سكان مدينه ليفربول الناس الكبار في السن ازاي بيغنوا لمحمد صلاح وعاملين له اغنيه واقفين بنظامه بشكل رائع جدا، وبيغنوا اغنيه بيهدوها لمحمد صلاح. تعالوا نسمع الاغنيه ونرجع نكمل معاكم باقي فقرات محمد صلاح ومحترفين في الخارج. قلنا من محمد صلاح بقى براند في مدينه ليفربول، الكل بيغني له والكل بيحتذى بيه كمثل اعلى لكثير جدا من الشباب. محمد صلاح من اسباب تفوقه طبعا
زي ما احنا قلنا ان هو مركز كويس جدا، قليل الكلام، مش بيطلع يتكلم في اي حاجه سواء في السلب او في او بالايجاب. لكن جيمي كاراجر قدر ان هو يجيب محمد صلاح معاه في لقاء تلفزيوني في طبعا سكاي سبورتس، وكان حديث مطول بيتكلم على مباراه مانشستر يونايتد وليفربول. احنا عارفين ان في عداء كبير جدا ما بين الفريقين، حتى ستيفن جيرارد اتكلم وقال قبل المباراه انا عندي كل الفرق او كل التيشيرتس الخاصه بالفرق الدوري الانجليزيه كلها الا تيشيرت مانشستر يونايتد. تعالوا نشوف محمد صلاح وجيمي كاراجر قال ايه بخصوص مباراه مانشستر يونايتد اللي هيلاعب فريق ليفربول في مباراه قويه جدا في الدوري الانجليزي. محمد صلاح اكيد جيمي كاراجر كان بيستعرض معاه على طبعا قدام الشاشه قدام حضراتكم على دخيه، وبيتكلم عليه ان هو واحد من افضل حراس المرمى اللي موجودين في العالم، هتقدر تسجل قدامه ولا لا؟ فاكيد محمد صلاح نتمنى له كل التوفيق في مباراته امام مانشستر يونايتد اللي كمان بيتساوى في عدد اهدافه في الدوري الانجليزي مع هاري كين. ان شاء الله نامل ان هو يعدي هاري كين ويحتل صداره جدول ترتيب هداف الدوري الانجليزي. لسه مكملين مع محمد صلاح ورسمة أكتر من رائعة لشاب موهوب جدا، طبعا بيوصل مسج لمحمد صلاح، وزي ما احنا قلنا ان محمد صلاح بقى براند كل العالم بيحتذى بيه. فتعالوا نشوف محمد صلاح في رسمة أكتر من رائعة لشاب بيحب محمد صلاح جدا وأهدى له الرسمة اللي هنشوفها مع حضراتكم، ونرجع نكمل باقي أخبار محمد صلاح. ربنا يحبه وبيحبب فيه خلقه، ده اللي شفناه قدام محمد صلاح لحضراتكم، كتير جدا بيحاول ان هو يعبر عن حبه وتقديره للنجم المصري الخلوق محمد صلاح. لسه مكملين مع محمد صلاح، واخر خبر يخص النجم المصري من جريده ميرور الانجليزيه، في ولد في مدينه طنطا مصاب بمرض خبيث يعني والعياذ بالله. فبالتالي محمد صلاح يعني كالعاده الشهامه والحب والاحترام والخير اللي هو بيقدمه لمدينه طنطا بالتحديد وللمصريين، جريده ميرور اتكلمت عنه وقال ان هو اتبرع لطفل اسمه عبد الرحمن من طنطا مصاب بمرض السرطان، واللي اتكفل بمصاريف عمليه زرع نخاع على العظم. اكيد طبعا يعني خبر
ميرور لما تكتب عنه اكيد يعني خبر يعني حاجه مهمه جدا في اوروبا، وشايفين ان هو محمد صلاح مش بس نجم في عالم كره القدم، لا ده نجم خارج الملعب ونجم في تعامله مع الناس باخلاقياته وبسلوكاته الطيبه جدا. اكيد محمد صلاح عمره ما هيتكلم ولا هيتكلم عشان الحاجات الخير او التبرعات اللي بيتم يعني بيتم او اللي بيعلن عنها السوشيال ميديا والصحافه، اكيد ما ينفعش يعلن عليها النجم المصري محمد صلاح. كله طبعا رايح للخير وكله رايح ربنا يجعله في ميزان حسناته. وبكده يكون خلصنا كل ما يخص اخبار محمد صلاح، لكن لسه مكملين مع محترفينا في الخارج، وبنروح لاثار جدل كبير جدا، جدل ايجابي ليس جدل سلبي، لمحمود حسن تريزيجيه في مباراته الاخيره اللي كان بيلعب مع فريقه اسم باشا امام قيصري سبور، واللي كلنا اتفاجئنا ان مدرب قيصري سبور بيقرب جنبه وبيقول له كلمه في ودنه، وبعديها تريزيجيه بيقلع التيشيرت الخاص بيه وبيديله ليه، بيدي المدير الفني التيشيرت الخاصه بيه. طبعا بعد المباراه الصحافه اتكلمت وقالت ان المدير الفني لفريق قيصري سبورت معجب جدا بامكانات تريزيجيه، وبالتالي طلب منه التيشيرت الخاص بيه والاحتفاظ بيها. تعالوا نشوف واحنا بنتكلم مع حضراتكم دلوقتي ازاي مدرب قيصري سبورت طلب بعد كاس العالم عشان يختار العرض المناسب والتوقيت المناسب. لسه مكملين مع اخبار محترفينا المصريين، وهنتكلم على عمرو ورده اللي اكيد بيتالق في الدوري اليوناني، وكان موجود في حديث خاص جدا في شبكه طبعا نوفا سبورت التلفزيون الاشهر في اليونان، واكيد تم استضافته بعد ما تالقه مع ناديه والدوري اليوناني. اكيد عمرو ورده واحد من اللعيبه اللي هتكون موجوده مع منتخب مصر الفتره القادمه. تعالوا نشوف ابرز الكلمات اللي اتكلم بيها عمرو ورده من خلال حديثه في التلفزيون اليوناني وخاصه لنوفا سبورت. نرجع نكمل مع حضراتكم باقي اخبار محترفينا المصريين في الخارج. لسه مكملين مع محترفينا في الخارج، ونتكلم على المحترفين المصريين بصفه عامه قبل ما نختم مع حضراتكم، وبعد كده هنروح لجدول ترتيب الدوريات الاوروبيه. دوري اكيد السعودي عصام الحضري وعماد متعب ومصطفى فتحي طبعا لعيبه نادي التعاون بيفوزوا على نادي الاتحاد بنتيجه 5-2. عصام الحضري بيشارك في المباراه بالكامل، وعماد متعب بيشارك في المباراه بديلا من الدقيقه 63، وفريق التعاون بيحتل المركز السادس في الدوري السعودي. هنتكلم على حسين السيد واحمد الشيخ، ومباراه كانت قويه جدا بتقام او انتهت منذ قليل. الاتفاق بيفوز على الهلال متصدر الدوري السعودي بنتيجه 2-1. احمد الشيخ بيشارك في الهدف الاول بطريقه رائعه جدا، وحسين السيد بتسبب في ركله جزاء علشان يحرزها فريقه، بيفوز على الهلال 2-1 اللي بيخدم فريق اهلي جده اللي بيلعب ليه مؤمن زكريا اللي ايضا بيفوز هو كمان، وبالتالي بيقرب عدد النقاط ما بينه وبين الهلال لنقطه واحده بس علشان يبقى الحسم في المباراه قبل الاخيره من الدوري السعودي، واللي هتكون ما بين نادي الهلال ونادي اهلي جده. محمد عبد الشافي لاعب نادي الفتح بيفوزوا على فريق الباطن 5-2، وبيشارك في المباراه بالكامل، بيحتل مركز نادي الفتح المركز الخامس. عمرو بركات لاعب نادي الشباب بيفوز 1-0 على او بيخسر من نادي النصر 1-0. عمرو بركات شارك في المباراه بالكامل وبيحتل فريق الشباب المركز العاشر. دوري ابطال اسيا وحسين الشحاب بيتالق مع فريقه، بالمناسبه بيكون في تشكيله الاسبوع لدوري ابطال اسيا مع العين الاماراتي، بيتعادل مع نادي الاستقلال وشارك في المباراه بالكامل، وبيحتل فريق العين المركز الثالث في دوري ابطال اسيا. مؤمن زكريا في بطوله دوري ابطال اسيا هي كمان بيتعادل مع غرافه 1-1، ومؤمن زكريا شارك في 83 دقيقه في المباراه، واهلي جده بيحتل المركز الاول في دوري ابطال اسيا. احمد المحمدي لاعب نادي استون فيلا طبعا بيتعادل، نادي استون فيلا كان بيلعب فريق ساندرلاند، واحمد المحمدي شارك في المباراه بالكامل وبيحتل نادي استون فيلا المركز الثالث. الدوري الانجليزي للدرجه الثانيه، لاعب سام مورسي لاعب نادي ويجن اتلتيك بيتعادل 2-2 وشارك في المباراه بالكامل وحصل على انذار. زي ما احنا عارفين احمد المحمدي وسام مورسي هينضموا لمعسكر منتخب مصر القادم ان شاء الله. كريم حافظ زي ما احنا متابعين مصاب، وبالتالي ما شاركش مع فريق اولانس اللي بيحتل المركز الخامس في دوري الدرجه الثانيه الفرنسي. الدوري البرتغالي احمد حسن كوكا لاعب سبورتنج براجا بيفوز على فريق استوريال 6-0، و
ما شاركش في المباراة، بيحتل فريق سبورتنج براجا المركز الرابع في الدوري البرتغالي. عمرو مرعي نجم نادي النجم الساحلي التونسي بيفوز على نادي طبعا بلاتو يونايتد في دوري ابطال افريقيا، وشارك في المباراة بالكامل، ومباراة الإياب هتكون يوم 16 مارس القادم. في الدوري الامريكي عندنا اثنين لعيبه مهمين جدا، عمر جابر لاعب طبعا لوس انجلوس جالاكسي اللي بيفوز في مباراه امام ساوندرز 1-0، لكن عمر جابر كان على مقاعد البدلاء. وعلي غزالي اللي بيلعب في نادي تورونتو اللي خسر امام نادي كولومبوس كرو 2-0 وكان خارج قائمه فريقه، وبيحتل فريقه المركز العاشر في مجموعته. احنا عارفين الدوري الامريكي بيكون كمجموعات، فريق طبعا لوس انجلوس جالاكسي في المركز الخامس في مجموعته، وفريق تورونتو في المركز العاشر في مجموعته. وبكده يكون خلصنا كل اخبار لاعبتنا المحترفه سواء في اوروبا او في الخليج، وهنروح لجدول ترتيب الدوريات، الدوري الانجليزي والدوري الاسباني والدوري الالماني والدوري الفرنسي. هنروح نستعرض مع حضراتكم الدوري الانجليزي بعد انتهاء الجوله الاخيره، وكمان ما ننساش ان في بكره وبعده مباريات مهمه جدا ابرزها مباراه ليفربول ومانشستر يونايتد. في المركز الاول مانشستر سيتي 78 نقطه، وزي ما انا قلت لحضراتكم بنسبه كبيره حسم بطوله الدوري الانجليزي. المركز الثاني مانشستر يونايتد 62 نقطه، ليفربول فارق نقطتين عن فريق اليونايتد ب 60 نقطة. المركز الرابع توتنهام هوتسبيرز في المركز الرابع 58 نقطة، تشيلسي في المركز الخامس ب 53 نقطة. أتمنى إن فريق ليفربول يقدر يفوز على مانشستر يونايتد ويصعد للمركز الثاني بفارق نقطة عن فريق المانشستراوي، وكمان يقدر إن هو يحافظ على المركز الثاني. نروح للدوري الأسباني ونستعرض جدول ترتيب، وبعد فوز مهم جدا لبرشلونه على اتلتيكو مدريد وتوسيع فارق النقاط من جديد، برشلونه في المركز الاول ب 69 نقطه، يليه نادي اتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني ب 61 نقطه، يليهم نادي ريال مدريد في المركز الثالث ب 54 نقطه، فالنسيا في المركز الرابع ب 53 نقطه، اخيرا اشبيليا في المركز الخامس 45 نقطه. نروح للدوري الالماني وبايرن ميونخ اللي بيحسم وبيبتعد كتير جدا عن اقرب منافسيه في المركز الأول ب 63 نقطة، وشالكا بيصعد إلى المركز الثاني ب 43 نقطة وبيفرق نقطة بس عن صاحب المركز الثالث بروسيا دورتموند ب 42 نقطة، وأينتراخت فرانكفورت بيتساوى مع بروسيا دورتموند في النقاط، لكن في الترتيب هو المركز الرابع 42 نقطة، وأخيرا بايرن ليفركوزن في المركز الخامس ب 41 نقطة. نروح للدوري الفرنسي وباريس سان جيرمان اللي بقى قريب جدا من حسم بطولة الدوري الفرنسي. باريس سان جيرمان في المركز الاول ب 74 نقطه، فارق 14 نقطه عن صاحب المركز الثاني موناكو 60 نقطه، ومارسيليا صاحب المركز الثالث ب 56 نقطه، اما المركز الرابع هو فريق ليون ب 51 نقطه، واخيرا نادي ران في المركز الخامس ب 41 نقطه. كده يكون يعني الدوري الايطالي ما استعرضناهوش مع حضراتكم عشان كان في خبر وفاه استوريا، بالتالي تم تاجيل جولات الدوري الايطالي. ان شاء الله يكون معانا الاسبوع القادم الدوري الايطالي وباقي كل الدوريات، وهنستعرض اكتر مع حضراتكم اخبار اكتر ودوريات اكتر. وكده يكون خلصنا كل يعني مش كل الحاجات بصراحه عشان خاطر يعني الوقت طبعا ما كفاش كل الفقرات اللي موجوده معانا، بنحاول ان احنا كل اسبوع نجيب لحضراتكم الكواليس والاخبار والاحداث اللي مش بنتابعها في يعني في المباريات الطبيعيه، كلنا بنكتفي فقط بمشاهده الاهداف والمباريات، فاحنا بنحاول نجيب لحضراتكم الحاجات اللي مش بتشوفوها غير عندنا احنا بس في وقت سكر. بشكر كل القائمين على في العمل على يعني هذا البرنامج، كل الناس الموجوده في الكنترول، شادي عبد السلام مخرج البرنامج، استاذ محسن لبلوم رئيس تحرير البرنامج، وابراهيم بقى وعمر وكل الشباب طبعا، ومحمد مرتضى واحمد شهاب وكل الناس اللي موجوده عشان بس ما انساش حد، ويعني ومهندسين الصوت والناس اللي يعني مطلعين الحلقه بشكل حضراتكم شايفينه. وان شاء الله يعني ان شاء الله الجمعه اللي جايه استنونا في حلقه جديده من وقت سكر على قناه الاهلي الساعه 9، هتشوفوا كل الجديد معانا، وما ننساش ان في جوله مهمه جدا في بطوله دوري ابطال اوروبا هنشوفها، وهنشوف مين اللي هيقدر يحسم صعوده، هل برشلونه ولا تشيلسي؟ هتكون مباراه صعبه جدا، لكن هنتابعكم بكل الجديد وكل الكواليس الخاصه بكل الدوريات وكل البطولات هنا فقط وحصريا على قناه الاهلي وبرنامج وقت سكر. نشوفكم ان شاء الله الجمعه الجايه على خير، تصبحوا على خير، السلام عليكم.